محمد ابراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد. كابتن محمد مساء الخير. حبيبي كابتن ميدو، ايه اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ وحشني حبيبي، ربنا يكرمك. معايا كابتن، مبروك 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 على البرنامج بتاعك، واستوديو طبعا قوي جدا، كاسو وعصام، يعني حاجه تفرح بصراحه. الاثنين بيسلموا عليك حبيبي، ربنا يكرمك. كابتن محمد اقول لك مبروك، ان النهارده خدتوا نقطه من نادي الزمالك طبعاً. في ظل الظروف الصعبه، ولا كنتوا بتطمعوا في حاجه اكتر؟ ده مبروك و100 مبروك كمان طبعا. انا واقعي يا كابتن، احنا 11 غياب فلا يعني الحمد لله طبعا، يعني كان في حتى حوار بيني وبين الكابتن احمد الكاس قبل المباراه، يعني كان بيشفق علينا بصراحه. فلا الامور طبعا كانت صعبه جدا يا ميدو، قبل المباراه طبعا الامور كانت صعبه جدا جدا، في ظل ال 11 لاعب اللي مش موجودين من خلال كورونا، اصابات، ايقافات، عقود، لا يعني الامور كانت صعبه جدا بالنسبه لنا. حتى النهارده شوف احنا معانا 9 لعيبه احتياطي، فيهم 2 حراس، دي نمره 1، فيهم مهاجم واحد اللي هو احمد راشد. مفيش اي توازن في الدكه لا خالص خالص. طب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن محمد. دلوقتي انا عن نفسي شايف ان الخمس تغييرات دي دايما هتبقى ادفانتج، ودايما هتبقى فايده للفرقه الكبيره. الفرقه الكبيره، انت النهارده حسيت بالخمس تغييرات دول، ان كل ما بيحصل تغيير الزمالك بيعلى عليك وانت مش قادر تتعلى معاه؟ دي حقيقه كابتن ميدو بالظبط، انت بتتكلم كلام مظبوط جدا. وانا قاعد، انا كنت موقوف لسه عندي ماتش كمان، لسه موقوف. عملت أنا قاعد ايه؟ فوق في عملت ايه؟ عملت ايه؟ ماتش اسوان اللي كان ايوه عملت ايه؟ عملت ايه؟ خلاص يعني خلصنا منه. ماشي الناس نسيت. بس اصل انا خلي بالك انا مالك الوقف، انا ولسه فاكرين له بعد 4 شهور، ولسه فاكرين له بعد 4 شهور. لا والغريب يا كابتن محمد اقول لك حاجه، معلش يعني لازم، يعني كابتن طارق العشري عارف ان هو موقوف، وطلع له بلاغ ان هو موقوف، وعمل ان هو بتاع، والدنيا مشيت معاه وحضر قاعد على خط، عارف كده ولا لا؟ مشيت عارف. كابتن طارق كان موقوف ماتش الزمالك اللي فات، هو المفروض هيوقفه يعني. ماتش ونزل ومشيت معاه وتوجه له لفت. ما عملتش كده ليه انت؟ طيب لا بقول لك ايه يا كابتن، واحمد حسن عملها مره قبل كده. مين؟ احمد حسن وهو مدير كوره. مش عارف، ما اعرفش. انا بقول لك ما جربتش ليه يا كابتن طارق؟ طيب ما جربتش حظك ليه يا كابتن طارق؟ يمكن تمشي. لا مش هتمشي. فانا واحنا يعني تغييرات نادي الزمالك يا ميدو، لا صعبه بالنسبه لنا. ونجم نزل وبن شرقي. بص اللي نازلين مين؟ بص نجم بن شرقي، عمر السعيد في الحته اللي فوق. يعني انت كمان، بس انا عايز اقول لك حاجه، ان من بدايه المباراه احنا كنا مرتاحين شويه. اقول لك ليه؟ عشان ساسي النهارده بيلعب تحت راس حربه ميدو، وهو بالنسبه له مميزات ساسي كلها في مواجهته للمرمى، وهو واخد الكوره ورايح بيستلم من تحت وبيلف وعنده فيجن وعنده وقت على الكوره. والنهارده يعني انت النهارده بيعمل سروهات ويحط بيني، يعني كل حاجه بيعملها في الكوره وهو وشه للمرمى. يعني انت شايف ان النهارده كارتيرون ريحكوا شويه في بدايه المباراه، من ان هو لعب بساسي نمره 10، فبقت مراقبته بالنسبه لكم اسهل بكتير، والزمالك فقد اهم ميزه بان هو يبقى عنده بلاي ميكر من ديبر بوزيشنز او من اماكن بدري في الملعب بالضبط، بيلف وشايف الكوره. انا شايف كده بالنسبه لنا، يعني احنا كنا مرتاحين الى حد ما الشوط الاولاني. يمكن الشوط الثاني لما بقى نزل اونجم وبن شرقي وعمر السعيد وطلع محمد حسن ونزل بقى ساسي في نص الملعب ولعب قدامهم بن شرقي بقى ساسي وطارق حامد وبن شرقي، لا الامور وانا قاعد فوق، لا هتتصعب علينا، هتتصعب قوي كمان، لان احنا كمان الولاد صغيرين واللياقه لسه ما اكتملتش، والناس دي نازله بقوتها، وناس زمالك تغييراته الخمسه او الاربعه، لا حاجه يعني انت بتطلع نجم وبتنزل نجم. انا بقول لك نيدو احنا مش لاقيين مهاجم نغيره، يعني النهارده خالد كتر خيره جدا. بس انا بقى اقول لك حاجه، موضوع الخمس تغييرات دي بالسكواد اللي موجود عند فريق الاتحاد، اللي طبعا بنال حاج مصلحي، وطبعا بمساعدتكم ومساعده الكابتن طلعت يوسف، في ماتشات كتيره جدا دي بقى كابتن محمد هتبقى ادفانتج وافضليه ليكوا لما نكتمل يا ميدو. لما تكتملوا ان شاء الله هتبقوا الادفانتج دي هتبقى ليكوا عن 80% من فرق الدوري. يعني انت بتتكلم عن الزمالك والاهلي وبيراميدز، بس انا في رايي رابع فرقه انا معاك جدا مكتمله
هتستفيد من الموضوع الخمس تغييرات ده يا فريق الاتحاد، فما تزعلوش الماتش يعني. يعني موضوع يعني هل اخيرا كابتن محمد قبل ما اسيب كابتن عصام وكابتن احمد يتكلموا معاك عشان اتكلمت كتير، هل لما شفت ان الزمالك بيضيع فرص وان هو ما قدروش ان هم يقتلوا الماتش كان عندك احساس لا هنرجع هنجيب جول؟ في الدقيقه 82 بالتحديد في كوره زيزو اللي جات له ناحيه الشمال حطها في الضيقه وكان جول، كانت يعني تبقى جول سهل جدا بتاعت زيزو. انا تقريبا يعني يا زيزو يا بن شرقي اعتقد زيزو ساعتها قلت هنجيب جول. فالجهاز جنبي اللي هم اللي قاعدين في المدرج قالوا لي جول ايه يعني نجيب جول ازاي احنا واصلين، قلت لهم هنجيب جول الزمالك هيجيب في نفسه الكره هتلعب يجيب في نفسه هنجيب جول، انا حاسس ان احنا هنجيب جول ازاي ما اعرفش. فهو برضو احساس انا ما بقولش كده بنجم يعني، لا لا هو قانون هو قانون الكوره على فكره. برافو عليك قانون الكوره، هتضيع هيخش في برافو عليك بس كده. أنا زي زي اقول لك حاجه زي زي كده ايه وانت بتلعب طاوله، بتعرف تلعب طاوله ولا لا؟ لما بتلعب طاوله عصام لما يجي لك ظهر حلو وتلعب غلط تلاقي الدنيا وقفت معاك بعد كده. والله انا دايما بشبهها بكده، لعبت غلط الدنيا انت برضو نفس الكلام، انت بتضيع اجوان في الاخر هيخش فيك جوه. عصام عايز تقول حاجه كابتن محمد؟ لا انا 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 يعني انا من وجهه نظري زي ما قلت لك في لما ساسي رجع وطارق حامد وطلوع محمد اسلام اسلام محمد حسن واسلام جابر، انا حسيت ان الزمالك رغم ان في نازل الثلاث نجوم بس كابتن محمد بيقول لك العكس، هو بيقول العكس بس انا كحضري لا انا ساعه ما خرج طارق حامد ومحمد حسن حسيت ان ان ان, إن لا ممكن يكونوا مش جاهزين يا عصام، مش جاهزين بس انا عشان انا بتكلم على حته ان مش بتكلم اسماء، انا بتكلم على حته ان هم ما همش جاهزين عشان بس تبقى يعني انت عارف قصدي يعني ما ينفعش لاعب يجي لي مثلا او جوز لعيبه جاي لي قبل الماتش باسبوع او بخمس ايام ودهم يلعبوا اخر ربع ساعه او ثلث ساعه بدليل الشوط الاول اسلام جابر كانت الناس كلها بتقول لك لا او لا او لا، ما قضى الشوط الاولاني والشوط الثاني اكتر من ممتاز. نفس الحكايه محمد حسن واكتر اثنين بيشوطوا على الجون وبيقطعوا مع مصطفى محمد كانوا عاملين الثلاثه مع بعض شغل كويس قوي قوي. لما هم خرجوا لا ممكن يكون هجوم الزمالك قل شويه بالظبط، الريتم اختلف لان برضه يمكن زي ما انت بتقول اللي الناس اللي نزلت مش جاهزه قوي بس ولكن كاسماء يا عصام ماشي الكوره ماشي لا الكوره ماشي بالاسماء يا كابتن محمد استنى بس لا مش اسماء طبعا لو الكوره بالاسماء لا خلاص نرجع بقى احنا نلعب احنا الثلاثه عصام يلعب اهو نلعب بقى خلاص بقى نلعب اما هي ماشي بالاسماء. شفت عصام دخل سخن عليك ازاي؟ لا انا بتكلم انا 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 الراجل لسه مخلص ماتش. انا كراجل مبسوط الاتحاد النهارده كان بيهاجم ودي اللي كنت بتكلم مع الكابتن ميدو والكابتن بالظبط، لا نازلين عندهم فكر وعايزين يلعبوا وعايزين يتعادلوا ودي حاجه تحسب لهم لحد الدقيقه 94 عايزين يتعادلوا، دي حاجه تحسب لفريق الاتحاد ولاعيبه الاتحاد كلها رجاله والكابتن طلعت طبعا والجهاز الفني ربنا يكرمك. الحقيقه انا بهنيكم يا كابتن محمد على الفريق المميز جدا اللي انتوا عملتوه، وانا برضو عايز اقول قبل ما كابتن احمد يتكلم مع حضرتك انا بقول ان طلعت يوسف كابتن طلعت يوسف طبعا كابتننا الكبير طور من نفسه السنه دي، ده رايي كابتن طلعت كان راجل انا لعبت قدامه كتير كمدرب، كان دايما متحفظ دفاعيا بشكل كبير جدا، كان دايما في بعض المباريات لما بيبقى 0-0 او 1-1 وهو متعادل بيبقى عايز يخرج بالماتش كده، وحتى هو ماسك فرق مختلفه سواء بتروجيت سواء الشرطه سواء فرق كتيره وانا لعبت قدامه. لا طلعت يوسف السنه دي مختلف، طلعت يوسف السنه دي عايز يلعب كوره، ظهيري الجنب بيتقدموا دايما عنده مفاتيح لعب من على جنب، بيدخل الاجنحه بيدخل الاجنحه لعمق الملعب. يمكن ميدو هقول لك حاجه، يمكن عشان العناصر اللي معانا يعني انت بتقول برضو ان العناصر يعني تختلف من فرقه لفرقه، يعني انت بتقول ان العناصر بتاعت الاتحاد السكندري شجعت كابتن طلعت ان هو تو ابجريد هيز جيم او ان هو يلعب جيم مختلف عن الجيم اللي هو او يعني غير من هويه طلعت يوسف. مش يعني مش ليه احنا في اهلي طرابلس احنا يمكن جايبين 60 جون مثلا في الفتره اللي اشتغلنا فيها، العناصر برده كانت بتساعدك ان انت كنت تجيب اهداف. انت النهارده برده معلش انت النهارده خط الهجوم كله مش موجود معاك، ولا اوكوي موجود ولا رفعت موجود ولا سيسي موجود، فدول برده خط هجوم يعني اي حد يتمنى ان هو يبقى موجود عندهم الثلاث لعيبه دول. ف
فمش موجودين معاك، وبالتالي الفتره الاولانيه الدور الاولاني هم الاساسيين اللي كانوا بيشتغلوا على طول في، اخذوا معظم فترات الدوري في الدور الاولاني مع خالد قمر طبعا. كابتن احمد، كابتن محمد معاك. حماده اولا يعني انا عارف ان النهارده لا ومش شايف النهارده ولابس قميص، لابس قميص خلي بالك انت مش شايف، لابس قميص تركواز وليزر كده ماشي شغل جامد حبيبي حماده، كلام كبير كوبايه الشاي في ايده ايوه لازم حماده اولا برفع لكم قبعه، وخاصه ان النهارده التعادل بطعم الفوز، واعتقد ان الموسم ده عاملينه موسم طيب جدا يعني لله. مش عايز احسدكم لكن ما شاء الله يمكن لله. الفتره الاخيره قبل الكورونا يمكن خساره نادي الاتحاد من اسوان كان فرق كده، النهارده يمكن تعادل النهارده مع الزمالك ادالك طعم فوز كبير جدا ورجع حتى الثقه بالنسبه للجهاز مع اللعيبه ديت، ويمكن زي ما قال ميدو فعلا ان ده هيديلكم في الفتره اللي جايه ادفانتج انكم انتوا تبقوا افضل من اي فرق تانية. خليني اقول لك ان 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 برضك ان منظومه العمل بالنسبه لنادي الاتحاد انا شايفها ان ماشيه بسياسه 10 على 10، خاصه من الحاج محمد مصلحي ان قدر يوفر كل الطلبات بالنسبه للجهاز الفني، بدا يعمل قاعده ناشئين كويسه جدا باستقطابه لامام محمدين كراجل خبير في حته الناشئين عشان يقدر يصعد الناشئين. النهارده نادي الاتحاد زي ما انت قلت يا ميدو ان بعض الناشئين موجوده النهارده موجودين مع نادي الاتحاد بيلعبوا بيطلع ولاد تانيه كتيره جدا تبقى موجوده، فاعتقد ده هيبقى في السنوات القادمه نادي الاتحاد ممكن شكله يبقى متغير ان هو ممكن ينافس حتى على المربع الذهبي فيما بعد ان شاء الله. انا 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 يعني كابتن في وجود حضراتكم انا فعلا بشوف ان الحاج مصلحي واحد من افضل الرؤساء الانديه في جداً مصر جدا جدا مش موضوع الدعم المادي بس، لا 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 موضوع لا لا هو داعم في كل حاجه يا ميدو بصراحه، معاهم على طول سبورت معاك في كل حاجه يعني هو كان معانا قاعده من 3 ايام بصراحه يعني قال لهم انا معاكم يعني كلم كلام يعني فعلا يمكن افضل رئيس نادي موجود. انت عارف ان انا يعني علاقتي جيده جدا الحمد لله بالحاج مصطفى، انا عارف انا عرفت ان الراجل ده محترم جدا، عارف امتى يا عصام؟ جدا لما كان جمهور الاتحاد كله بيهاجم كابتن حلمي طولان في وقت من الاوقات السنه اللي فاتت، والراجل ده كان بيطلع بيقول حلمي طولان مش هيمشي صحيح. بل كان بيسافر معاهم كل الماتشات اللي بره، بيسافر معاهم ويقعد معاهم في المعسكر ويقول للعيبه ويطلع يقول في الاعلام حلمي طولان مش هيتحرك، ده رئيس النادي اللي بيدعم المدرب اللي شغال معاه، عرفت ان الراجل ده محترم والراجل ده فعلا يا ريت عندنا رؤساء انديه محترمين جدا ورؤساء انديه عندهم خبره اداريه كبيره جدا، ولكن انا برضو بقول ان فعلا الحاج مصلحي واحد من افضل رؤساء الانديه في مصر. كابتن محمد بشكرك حبيب. جدا على مشاركتك معانا واتمنى لك التوفيق وان شاء الله الاتحاد يكون موجود في المكانه اللي استحقها تحت قياده رجالته، كل نادي ليه رجالته، رجاله الاتحاد طلعت يوسف ومحمد ابراهيم ان شاء الله بالتوفيق.